أعطى كفار قريش الشاعر حسان بن ثابت مبلغا من المال، وذلك قبل إسلامه ليهجو به النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف حسان على ربوة ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي لينظر إلى صفة من صفاته ليهجوه بها. ومر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مر جميل الشيم، مر مصباح الظلم، مر جميل الشيم، مر مصباح الظلم، في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري. فلما رأى حسان النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرق بطلعته البهية وأنواره السنية، قذف الله عز وجل النور في قلبه، فانشرح صدره، استنار وجهه، رجع إلى القوم ورد لهم المال، قال: هذه أموالكم ليس لي فيها حاجة، أما هذا الذي أردتم أن أهجوه، اللهم إني أشهدك أني أشهد أنه رسول الله. قالوا: ماذا دهاك؟ ما لهذا أرسلناك؟ فأجابهم بقوله: لما رأيت أنواره سطعت، لما رأيت أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، فلست أنظره إلا على قدري. روح من النور في جسم من القمر، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت، كحلية نسجت، كحلية نسجت من الأنجم الزهري، من الأنجم الزهري. لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري. روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم نور على نور يأخذ بالألباب والقلوب. أراد حسان أن يسبه ويهجوه، فلما رآه أحبه ومدحه.